الله معكم من مريم تي في ببرنامج نساء رائدات. رح نحكي اليوم عن نبت ونشوف سوا انجازاتها. نبت بتعني باللغه الهيروغليفيه الربي، وكانت حمل ملك تيتي مؤسس الاسره السادسه. بالفقره الثانيه رح نحكي اكثر عن نبت وانجازاتها. نعود ونواصل حلقتنا لليوم. كانت نبت أول قاضية بتاريخ البشرية وأول وزيرة عدل من فجر التاريخ، وكانت ترأس المحكمة وقراراتها كانت نافذة وبتصدر وفقاً لبنود قانون العدالة معت المعمول به بمصر القديمة. وكانت نبت مسؤولة مباشرة أمام الملك تيتي نفسه عن تحقيق العدل بالدولة، ولأنه ربة العدل كانت امرأة فكانت أول قاضية بالتاريخ امرأة، وآمن المصري القديم أنه خير من حقق العدل مع الرحمة هي المرأة. فالعدل المجرد مش هو المطلوب، ولكن العدل مع الرحمة والرأفة هو الأمثل، والمرأة هي يلي بتقدر أنه تحقق هالمعادلة. فالمرأة هي أول قاضية وأول ملكة وأول قائدة. ومين كرم المرأة مثل المصريين؟ ومين احترم المرأة وقدرها وجعلها شريكة بكل شيء ومنا وصيفة أو تابعة أو مجرد وسيلة للمتعة والإنجاب غير المصريين من آلاف السنين؟ هيدي كانت حلقتنا لليوم. بستودعكن لحلقة جديدة دايما على مريم تي في.